تثميناً للجهود المتواصلة والمبذولة من قبل الكادر النسوي في عطائهم المستمرة، سعت كلية العلوم في جامعة النهرين إلى إقامة احتفالية للإشادة بدورهن الفاعل وفي كافة الأصعدة. وهذا تقدير بسيط جداً للمرأة العراقية، واحتفالنا بها يعتبر نابع من القيم الاجتماعية والوظيفية والتزامنا بالمرأة، ونتمنى لها الخير والموافقية والنجاح إلها وللبلد ولجميع النساء. تخللت الاحتفالية إلقاء الأبيات الشعرية في مدح الأم ورثائها، وكذلك التأكيد على دور المرأة في المجتمع ومشاركتها في كافة الميادين وبمختلف النشاطات العلمية والثقافية والفنية وكذلك السياسية. تحية وحب وتقدير واعتزاز إلى رئاسة جامعة النهرين وإلى عمادة كلية العلوم، متمثلة بعميدها دكتور هادي محمد علي عبود ومعاونين، على هذه الاحتفالية البسيطة في مظهرها والعميقة في معناها. بالفعل عندنا هواية التكريم هذا اللي حصلنا عليه، وإن شاء الله نكون قدوة حسنة لكل الطالبات وكل التدريسيات في كلية العلوم وجامعة النهرين بشكل خاص. الاحتفالية كانت رائعة للغاية، وتفاعل بالحضور جميعا. الدعم كان متواصل من السيد رئيس الجامعة المحترم والسيد العميد كلية العلوم المحترم، كما في تم في الاحتفالية تكريم بشهادات تقديرية للتدريسيات والموظفات. اختتمت الاحتفالية بتوزيع الهدايا وشكر التقدير على جميع تدريسيات ومنتسبات الكلية للحث على مواصلة الجهود في سبيل إعطاء ما هو أفضل. لقناة الجامعية إسراء عبد الكريم، جامعة النهرين.